السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم وصفة البصارة اللي في ناس كتير جدا 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 بتعشقها وناس كتير جدا جدا كده بودرت وبتكرهها. بص شكلها حلو ازاي وطعمها بجد طلع تحفة قوي. انا شخصيا بصراحة بحبها جدا وبحبها مع البصل وحراقة كده اللي انا حطاه في النص دي هريسة شطة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنبدأ ازاي. معايا 1 كيلو فول مدشوش وهحط عليه معلقة كبيرة ثوم مفروم او 6 فصوص بصلاية كبيرة. هحط حزمة بقدونس وزيها حزمة شبت وهحط مية للتسوية. انا هنا حطاها في الحلة البريستو عشان تستوي معايا اسرع، يعني مفيش مشكلة ممكن تسويها في اي حلة عادي جدا. هتحطي عليها مية وتسيبيها تستوي. طبعا الفول قبل ما نبدأ بيبقى منقوع ساعتين، يعني الفول قبل ما ابدا اسوى فيه او قبل مرحله السوى دي بكون معاه ساعتين بس كده. هنا هنزود ميه وهنقفل عليها ونسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده نرجع نكمل معاكم الخطوات ونشوف هنعمل ايه في البصاره بتاعتنا. كده احنا خلصنا السوا، حطينا المقادير كلها بتاعتي اللي طلعت من الحلة حطيناها في الكبة عشان ننعم القوام بتاعها ونضربها كويس جدا جدا لحد ما القوام بتاعها يختفي زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام اللي احنا بنوصل له بعد الضرب، بصوا ناعمة كده ومش باين فيها اي حاجة ازاي. هنبدأ بعد كده نكمل بسم الله الرحمن الرحيم التسوية. هنجيب بصلاية وهنحمرها، هي مش بصلايه واحده طبعا، يعني كميه حبه حلوين كده. هياخد انا هنا بحمرها في نص سمنه ونص زيت، انا بستخدم سمنه بلدي على زيت عشان ما تبقاش خفيفه قوي ولا دسمه قوي. هسيحهم كده على بعض وهحط كميه البصل بتاعتي. هنحمرها لحد ما تبقى ناشفه كده وصفرة، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده انا وصلت للون المطلوب، بصوا كده اللي هي لا حمرتها قوي اتحرقت ولا سبتها بيضه برضو مش مستويه. انا حطيت 3/4 الكميه على الحله بتاعتي وسبت الباقي ازين بيه اللي هو زي ما شفته في اول الفيديو، الحبه الصغيرين دول اللي كنت برشهم على الوش، وهبدا اكمل بقيه تتبيل البصاره بتاعتي وبقيه الوصفه. هنا بدات اتبل، حطيت الملح بتاعي وهرجع اكمل التقلية بتاعت التوم بتاعتي، التوم والكزبرة علشان نبقى خلصنا الوصفة. وحطيت الكمون. والفلفل الاسود. وحبة شطة لو انتي بتحبي الشطة. هنا هنكمل بقية الوصفة. هناخد معلقة سمنة برضو كده وحبة زيت، وهنحط فيهم التقلية بقى بتاعتها. هنحط معلقة كبيرة ثوم مفروم وكزبرة ناشفة ونحمرهم، بعد كده هننزل بيهم على البصارة بتاعتي. طبعا المقادير كلها مكتوبة في صندوق الوصفة عشان تقدروا ترجعوا لها تاني بعد الفيديو. بجد الوصفة سهلة ومش محتاجة اي حاجة خالص، ووصفة جميلة وممتازة وكلنا بنحبها. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. هنبدأ ننزل بقى بالثوم بتاعي بعد ما سيحت السمنة، هنبدأ ننزل بكمية الثوم بتاعتي.
نحمرها وناخد بالنا برضو ان احنا ما نحرقهاش، يعني تحمير بحيث ان هي تبقى لونها اصفر كده، ما تتحرقش مني عشان ما تعملش طعم مش حلو. وهنا انا نزلت بالكزبرة بتاعتي عشان ناخدها تقليمة كده ونكمل تحمير الثوم. كده انا تقريبا خلاص خلصت وهستعد ل ان احنا نصبها على البصارة الخليط بتاعنا. الخليط ده المرة دي هنصبه كله، مش محتاجين منه نشيل منه حاجة زي البصل. هننزله كله على الحلة هنقلبها، وقبل ما نقلب هننزل عليه شوية مية كده عشان نسيبهم بعد كده يستووا مع بعض على النار لحد ما توصل للقوام المطلوب. هي مش هتاخد وقت كبير على النار بعد كده. احنا تقريبا كده خلصنا، يعني خلاص مفضلش كتير. كده احنا خلصنا، هنصبها في الطبق التقديم وبالهنا والشفا. الهريسة اللي انت جايباها دي الهريسة الصفرا عبارة عن ايه؟